الرحيم. اللهم صل على سيدتي ومولاتي فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. نستهل مجلسنا ونذكر سيدتنا قاضية الحاجات أم البنين عليها السلام بنية قضاء الحوائج والنورانية في هذا المجلس والتوفيق والتأييد. نهدي لها سورة الفاتحة. يا حي يا قيوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، وهب له من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين، اكشف كربي بجاه أخيك الحسين. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي، يا علي يا علي. يا أبا الغوث أغثني، يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني. يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد أغيثيني يا سيدتي. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم، وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أأدهن راسي أأدهن راسي أم تطيب مجالسي؟ أأدهن راسي أم تطيب مجالسي؟ وخدك معفور وأنت تريب. أأشرب ماء الموج أم غير مائه؟ ويدخل في الأحشاء منك لهيب، وما زلت أبكي ما تغنت حمامة عليك، وما هبت صبان وجنوب بكائي طويل، والدموع غزيرة، وأنت بعيد والمزار قريب.
غريب وأكناف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، وليس حريبا من أصيب بماله، وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب، ولكن من وارى أخاه حريب، من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن يدعوه يا عضدي في كل نائبة، هو مسعدي إن رماني الدهر بالوهن، وويلات خسر على قبر الحسن مهجة المختار، يجذب الولا والدم يعب الخد نثار، يقل له يا خويا مظلمة الدنيا علي والزمان من بعدك يا خويا خان بي، أنا ما أقدر على طبة الماء أنزل هالمسير، وانظر أيتامك بالكسير يا حمى الجار، وويلا شاقول قالا عمي وين أبونا، وش أقول له زينب تلقتني حزين، تلطم على الهامة وتصيح الحسن علي الفاجعة وتزيد الأفكار، وويلا يجذب الولى والدم يجري بالخدوم، حيرتني يلي وسط القبر ممدود، من هالسفر ما ظلت يا مجتبة، شبيت في قلبي يا ابو محمد ترانا، بس ها الدنيا عيب بيها فرح، بس هام بس هام صدق نعش الحسن ينصاب، بس هام ابو فاضل الجر السيف، بس هام مثل حيدر تكتف بالوصي، اي مثل حيدر تكتف به، الوصي
فراش إمامنا الحسن رموه بالسهام، قالوا حتى استل حسين من ناش الحسن 70 سهما. لما نظر أبو الفضل إلى جنازة أخيه الحسن نبض العرق في جبينه، وضع يده على قائم السيف، أقبل إليه الحسين ضمه إلى صدر. إحسان من شاف البطل والسيف مشهور، ضم لصدر والدمع بالخد منثور. سيفك دغمد وشهر بيام عاشور، يومك يا خويا في طفوف الغابري. أخي أبا عبد الله لمثل هذا اليوم ادخرني والدي، قال له خلي الشجاعة يا عبيد اليوم خلها، خلي الشجاعة أبو الفضل ما هو محلها. متى محلها؟ إلى يوم الرباب تجيك بيديها طفلنا. يومك يا خويا في طفوف الغابري. حسين عند قبر الحسن عند 18 أخو رفعوه عن جنازة الحسن. هذا يقبل حسين على جبينه، هذا يقبل يد الحسين، رجعوا مسلين خاطره. لكن اجى يوم فقد اخو من اخوانه، ما حصل احد، صاح الان انكسر. اخذ حاجتك من كريم اهل البيت ومن باب الحوائج. ولي سايار الدهر ما يوم فرحني، واليسار علي لملم محاشينا، واليسار وقع عباس لا يبنى، واليسار حسين يصيح انا عدوي شمت بي، يظل يصيح عدوي شماها. إنا لله وإنا إليه قال إمامنا الحسن المجتبى عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فسأبين له نفسي. بلدي مكة، بلدي مكة ومنى، وأنا ابن المروة والصفا، وأنا ابن النبي المصطفى، وأنا ابن من على الجبال الرواسي، وأنا ابن من كسى محاسن وجهه الحياء، أنا ابن فاطمة سيدة النساء، أنا ابن قليلات العيوب نقيات الجيوب، لذكر إمامنا أبي محمد بأعلى الأصوات الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Oh.
في هذا المقطع الشريف الوارد عن إمامنا الثاني كريم أهل البيت الإمام الحسن عليه السلام، كان غرضه في هذا المقطع وفي غيره من المقاطع المشابهة هو إبراز نفسه الشريفة. الإمام الحسن عليه السلام في أكثر من مورد، وهذا واحد من الموارد، إلى غرض بأن يبين للناس نفسه الشريفة. طيب، البعض من تمر عليه هذه المقاطع، يعني سواء كان مقطع لأبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، أحيانا بعض المقاطع والخطب والرسائل عن أمير المؤمنين عليه السلام الإمام يبين ذاته، يبين نفسه، يبين محتواه. أحيانا أخرى كما هو مشهور عندنا مر علينا الإمام زين العابدين سلام الله عليه في مجلس الشام: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، وما إلى ذلك. هذه مرت علينا ونقرأها في حياة المعصومين، الإمام الرضا عليه السلام، الإمام الجواد عليه السلام، وهكذا إمامنا قائم آل بيت محمد عجل الله فرجه الشريف. له كلام مشابه أيضا إذا خرج عليه السلام عند الكعبة. طيب، فالبعض من يجي يقرأ هذه العبارات يتساءل، يقول ليش المعصوم يبين نفسه إلى الآخرين؟ هل هذا من الزهو؟ هل هذا من التباهي؟ هل هذا من حب الظهور؟ اليوم إذا واحد وقف مثلا بمجلس من المجالس قال والله أنا عندي الشهادة الكذائية، عندي الرصيد الكذائي، أنا ابن الأسرة الفلانية، أنا ابن فلان مثلا الوجه وما إلى ذلك، يقولون ليش أنت تبدي نفسك إلى الآخرين؟ هذا زهو، هذا إظهار للذات، هذا إبراز للأنا، هذا تعالي. الإنسان المفترض أنه ما يظهر نفسه إلى الآخرين. فهل أن الإمام الحسن عليه السلام كان غرضه أن يزهو بذاته وبنفسه؟ طبعا طبعا، حاشا أهل البيت ذلك. بس هو لما يقول الإمام أنه أنا أبين له نفسي، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فسأبين له نفسي، أنا أعرفك بنو أنا، هذا شلون نفسرها؟ نفسرها يا أحبائي بأن المعصوم ومنهم الإمام الحسن عليه السلام الله تبارك وتعالى حباه بمجموعة من الكمالات. هناك مجموعة من الأمور الله عز وجل أعطاها إلى المعصومين. سليمان ابن داود عند العلم والمعرفة، داود عند الحكمة، لقمان عند الحكمة، عيسى ابن مريم، موسى ابن عمران، كل ذول الأنبياء الله عز وجل منحهم مجموعة من الكمالات، وهذه الكمالات الله يريد من خلال ذول الأشخاص اللي جابهم إلى الدنيا أن يتعلم الناس ما عندهم حتى يتأسوا بهم، حتى يقتدوا بهم. أعرف أنا من أجي أقرأ أن الحسين عليه السلام إلى شأن خاص، الله عز وجل حب الحسين بأن جعل الشفاف في تربته، أن جعل دعاءه مستجابا، أن جعله بابا من أبواب الحاجات، أن جعله سفينة من سفن النجاة، بحيث إذا أردت أن أنجو وإذا أردت أن أستنقذ نفسي من الهلكة أي سفينة أصعدها؟ سفينة الإمام الحسين عليه السلام. فشلون أعرف بأن الحسين سفينة نجاة؟ شلون أعرف بأن الحسين مصباح هدى؟ من خلال الكمالات الموجودة عند الحسين، فأنا أتعلم وأتعرف على هذه الكمالات. فلهذا عدنا يا إخواني، من زار الحسين شنو؟ عارفا بحقه. ليش بعد عارف؟ خو أنا أزور الحسين وانتهت، لا، ما يصير تزور الحسين حال حال غيره، ما يصير تروح للحسين مثل ما تروح الغير تقول السنة عند الحسين السنة الجاية عد واحد غير الحسين، لا، لازم تتعرف على الحسين وتعرف بأن عند الحسين امتيازات وكمالات ليست موجودة عند أحد سواه من سائر الخلق من غير المعصومين. فلهذا يطلبون من عندك أن تكون عارفا بحق الحسين عليه السلام. ومن هنا الإمام الزكي عليه السلام صاحب هذه الليلة يعرف الناس بما لديه من كمالات حتى يتعلقون به الناس، ترى الحسن مو واحد من سائر الناس. فحديثنا لهذه الليلة يا إخواني
بعنوان الكمالات الحسنية. نريد نتوقف عند بعض الأمور التي هي من امتيازات الإمام الحسن، من كمالات الإمام الحسن. سوف نستعرض بعضا منها، ما نقدر نجمعها كلها. كل الحسن كمال، وهل الكمال إلا الحسن صلوات الله عليه؟ بس احنا في هذا المجلس الشريف سوف نتعرف على ثلاثة من الكمالات، نمر عليها تباعا بحسب ما يسمح له المجال ويتسع له الوقت. ومن الله أستمد العون والتوفيق، ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد، وألتمس منكم الدعاء. وثلاثا بأعلى الأصوات، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وأجل فرجه. ثلاثة من الكمالات سوف نستعرضها ونقف عند أسرارها وخفاياها. أما الكمال الأول الذكاء الحسني، وأما الكمال الثاني المجد الحسني، وأما الكمال الثالث الحلم الحسني. هذه ثلاثة من كمالات إمامنا نمر عليها تباعا. أما الكمال الأول فهو الذكاء الحسني. من نقرأ في الروايات الواردة عن الإمام الحسن عليه السلام نكتشف بأن للإمام الحسن صلوات الله عليه نبوغ وذكاء لا يمكن أن يصنف كذكاء أي إنسان يأتي إلى الكرة الأرضية إلا إذا كانت له صلة بالله تبارك وتعالى. يعني سائر الناس ما يقدرون يتوصلون إلى ما توصل إليه الإمام الحسن من ذكاء ونبوغ وفطنة. شلون؟ خلي أبين لك. واحدة من معالم الذكاء الحسني قوة الحافظة عند الإمام سلام الله عليه. شلون؟ راح أمر وياك الآن أقرأ لك هذه الرواية بنصها حتى تعرف شنو من أسرار موجودة في هذه الرواية التي تشير إلى حافظة الإمام الحسن عليه السلام، مع العلم أن هذه الرواية احنا في سنوات سابقة وفي مجالس أخرى أيضا ذكرناها، لكن ولله الحمد والمنة يفيض علينا أهل البيت عليهم السلام بأنوارهم، فكل مرة تمر علينا الرواية نستطلع فيها أمورا خافية. خلي أقرأ لك الرواية الشريفة. الرواية يذكرها العلامة المجلسي على الله مقام في بحار الأنوار، يقول إن الحسن بن علي عليه السلام كان يحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله، كم عمره؟ وهو ابن 7 سنين، فيسمع الوحي. هذه العبارة خليها في بالك لأني إلي شغل وياك فيها. فيسمع الوحي فيحفظه، فيأتي أمه فيلقي إليها ما حفظه. كلما دخل علي عليه السلام وجد عندها علما بالتنزيل فيسألها عن ذلك، فقالت من ولدك الحسن. يعني تقول هذا الوحي توا نازل على النبي صلى الله عليه وآله، وتوا نحن قاعدين بالمسجد والنبي توا مخبر إنه ما مدى ينتشر. فمن يجي أمير المؤمنين عليه السلام إلى الدار، الوحي اللي نزل عند النبي عند الزهرة. من وين؟ تقول ابنك الحسن حفظ كلام جده وإجا نقل إلي، إجا خبرني. فيوم من الأيام تخفى أمير المؤمنين سلام الله عليه، النص نص الرواية، فتخفى يوما في الدار وقد دخل الحسن وقد سمع الوحي. أيضا نفس هي الكلمة اللي قلت لك احفظها، هاي بعظمها وإياها. وقد سمع الوحي فأراد أن يلقيه إليها فارتج عليه. ارتج عليه هذه عبارة موجودة عند اللغة العربية، في اللغة العربية ارتج على فلان يعني اتلجلج تلعثم، من واحد يتكلم مرة واحدة يسكت ما يقدر ينطق يقولون ارتج عليه. فجاي يسولف الإمام الحسن إلى أم الزهرة ينقل إلها الوحي. الرواية تقول فارتج عليه شوية، توقف ما يقدر يتكلم، فأراد أن يلقيه يعني يلقي الوحي إليها فارتج عليه. فعجبت أمه من ذلك فقال لا تعجبين يا أمه، فإن كبيرا يسمعني فاستماعه قد أوقفني. يعني يقول أنا قاعد أسولف وياك كل مرة وانت تسمعين من عندي بروحنا، بس أكو واحد متخفي
وهذا من يسمعني أنا ما أقدر أنطق بمحضرة. نقل آخر أيضا يذكره العلامة المجلسي يقول: فإن كبيرا يسمعني فاستماعه قد أوقفني، فخرج علي عليه السلام فقبله، وفي رواية قال: يا أمه قل بياني وكل لساني، لعل سيدا خلف الباب يرعاني. زين، هذه نص الرواية ذكرتها لك. خلنا نشوف بعض الملاحظات اللي عدنا على هذه الرواية. أول ملاحظة يا إخواني، أنا اللي كنت أذكرها في سنوات سابقة، أن الإمام الحسن عليه السلام كان يحضر بمجلس النبي، والنبي يلقي الكلمات اللي يسمعونها سائر الناس، يعني يوم خطبة من خطب رسول الله، يوم موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وآله، والإمام الحسن يسمع الموعظة مثل ما غيره يسمع. لكن الفرق أن الإمام الحسن بمجرد أن يسمع الكلام من جده يحفظه. بس هذا الرواية، هذا النص اللي قريناه، لا، الإمام الحسن مو جاي يسمع خطبة من خطب النبي. ايش جاي يسمع الإمام الحسن؟ تتذكر الكلمة اللي قلت لك احفظها؟ يسمع الوحي، يعني من يسمع مو منطق النبي، لا، يسمع حديث جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب جبرائيل من يهبط على النبي صلى الله عليه وآله بالوحي؟ ما حد يسمع. النبي ياخذ الوحي من جبرائيل ويبلغ إلى الناس، فالناس يسمعون منطق منه، منطق نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ما عدنا أحد يقول من نزل جبرائيل يتكلم ويا النبي احنا سمعنا منطق جبرائيل. بس الإمام الحسن عليه السلام لا، ما ينتظر النبي يتكلم، الوحي إلا ينزل على النبي مثل ما يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يسمع الإمام الحسن عليه السلام. الفرق أن النبي يرى جبرائيل ويسمع صوته، الحسن عليه السلام يسمع صوت جبرائيل ولا يرى شخصه. هي واحدة من الملاحظات، أن من خصوصيات الإمام الحسن عليه السلام أنه يسمع الوحي كما يسمعه رسول الله. هذا واحد. اثنين، هذه كلها من كمالات الإمام الحسن، كمال الذكاء الحسني. اثنين يا إخواني، أن هذا الوحي بمجرد أن يقرأه أو يلقيه جبرائيل يستقر في قلب الإمام الحسن عليه السلام. يعني لا تتصور أنه جبرائيل من يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويلقي عليه الوحي، جبرائيل يقول للنبي: ها يا محمد حفاط، لو أعيد إليك مرتين وثلاث. لا، بمجرد أن تحدث الملائكة، جبرائيل أو غير جبرائيل، للنبي أو للزهراء أو لأهل البيت عليهم السلام، بمجرد أن يقوم الملك بالحديث، حديث الملك يستقر في قلب المعصوم. فلهذا إمامنا الصادق عليه السلام يقول: علمنا إما نكت في القلوب أو وقر في الأسماع. نكت في القلوب شنو؟ النكت، شوف شوي، خلي نتوقف عند هالعبارة. رأس الحسين عليه السلام ضرب بالعصا، عندنا بالروايات أن رأس الحسين عليه السلام ضرب بالعصا. مرة تيجي عبارة بأنه ضربه بخيزرانته أو بمخصرته، ومرة تقول لا، نكته فصار ينكت أضراسه. النكت شنو؟ النكت مو الضرب، الضرب هالشكل إيقاع، النكت مثل الغرز. هذا هو المعنى، هذا أشد. فلهذا يزيد من إجا إلى ضرب رأس الحسين عليه السلام، مو تتصور العصا تنزل بشكلها العرضي، لا، كان مثل الغرس يجي في أسنان الحسين، حتى بعض المرويات يركز على السن فيكسر الضرس في حلق الحسين عليه السلام. هذه عبارة إنك تخليها ببالك، حتى من تمر عليك رواية أنه كان ينكت الأرض بسبابته أو بعصا، يعني يركز العصا. فمن تسمع المعصوم يقول بأن علمنا نكت في القلوب، يعني مو مثل ما احنا او حضرتك الآن قاعد وتسمع كلامي يوصل من هذه الذبذبات، تطلع من حلقي توصل إلى إذنك، لا، يقوم الملك بإدخال الوحي في القلب. نكت شلون الغرس هالشكل، الملك يقوم بإدخال الوحي في قلب المعصوم، الذي الإمام الصادق عليه السلام يقول علمنا نكت في القلوب،
يعني مو نسمع ونقعد نتأمل ونردد مرة وثنتين يلا نحفظ، لا لا، الملك من يجي حامل العلم من السماء يقذفه وينكته في قلب المعصوم. فالإمام الحسن من يجي جبرائيل إلى جد النبي صلى الله عليه وآله، مثل ما الوحي ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله، أيضا هذا الوحي يكون في قلب الإمام الحسن صلوات الله عليه. فهذه الآن ثنتين من ملاحظات الرواية الشريفة. أولا الإمام الحسن يسمع الوحي كما أن جده المصطفى يسمع الوحي، لكن الفارق أن النبي يسمع ويرى، الإمام الحسن يسمع فقط. اثنين، الملاحظة الثانية أنه مو مجرد سماع وإنما وقوع واستقرار للوحي في قلب الإمام الحسن، هي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة من أسرار الذكاء الحسني أن الإمام الحسن مكشوف عنه الحجاب. شلون؟ هي واحدة من الأسرار، يعني كلها سر في سر. خو احنا عدنا بأن المعصومين عليه السلام الله تبارك وتعالى يكشف عنهم الحجاب، لكن هناك يا إخواني من الأشخاص النورانيين من أراد أن يحتجب كأمير المؤمنين عليه السلام، لكن مع ذلك ولده الحسن لا يحتجب علي عن ولده الحسن. فلهذا من إجى أمير المؤمنين واختبأ وتخفى خلف الباب مثل ما قرينا بالرواية، على أساس أن الإمام الحسن يأخذ راحته، بس كأنما الإمام الحسن يقول إلى أمه، يقول أنا ما أحتاج يعني ليتخفى عني، لأنه كشف عني الحجاب كما كشف عن أمير المؤمنين، فأبوي خلف الباب لكن أنا أرى ما وراء الباب. فلهذا في الرواية أن أمير المؤمنين عليه السلام خرج من وراء الباب وضم ولده وقبله. التقبيل، سر التقبيل شنو؟ مو أنه يحفظ حتى غيره من الأولاد يحفظون، لا، التقبيل وميزة التقبيل أنه منح كمال، كمال الكشف وارتفاع الحجاب، بحيث أمير المؤمنين خلف الباب ويراه إمامنا الحسن وهو وراء الباب سلام الله عليه. هذه واحدة من علامات أو من ملامح الذكاء الحسني الذي هو أحد كمالاته عليه السلام. بعد خلنا نشوف سعة علم الإمام سلام الله عليه. شوف إيش قد الإمام صلوات الله عليه عند من العلوم كالبحر المتلاطم. رواية هذه يذكرونها عادة، أنه يوم من الأيام إجى أحدهم إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكانت عنده مسألة شرعية. شنو المسألة الشرعية؟ هذا السائل إعرابي كان رايح إلى الحج وهو محرم، عثر على بيض للنعام. الحكم الشرعي أنه لا يجوز له أن يصطاد الصيد، محرم من تروكات الإحرام ومن ضمنها البيض. فهو لا والله شاف نفسه قال يلا خليك، كسر البيض أخذه أكله. يعرف بأن المسألة هذه فيها حكم شرعي، فمن إجا كل من سأل يقول ما أدري، أول مرة تمر علينا، لكن دونك، تعبير الرواية دونك هذا الأصلع، يعنون أمير المؤمنين سلام الله عليه. فإجى هذا الإعرابي إلى أمير المؤمنين، عرض عليه المسألة، قال له أنا رايح إلى الحج ومحرم وعثرت على بيض الأنعام كسرته وأكلته، شنو الحكم؟ أمير المؤمنين كان إلى جانبه ولده الحسن والحسين عليه السلام. خلي أقرأ لك نص الرواية حتى نستنير بنورها. سأل إعرابي، الرواية يذكر العلامة المجلسي، سأل إعرابي: إني أصبت بيض نعام فشويته وأكلته وأنا محرم، فما يجب علي؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: سل أي الغلامين شئت، يعني تريد الحسن تريد الحسين بكيفك، وهذا دليل على أن علم الحسن كعلم الحسين عليه السلام. سل أي الغلامين شئت. فقال الحسن عليه السلام: يا إعرابي، ألك إبل؟ عندك نياق لولا؟ قال: نعم. قال: فعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقا، يعني كم بيضة أكلت أنت؟ ثنتين، أخذ ثنين من النوق يقابل ويساوي عدد البيض اللي أكلتهم. فعمد إلى عدد ما أكلت من البيض نوقا فاضربهن بالفحول، يعني قم بعملية تلقيح النياق،
فاضربهن بالفحول فما فضل منها فهده إلى بيت الله العتيق الذي حججت إليه. يعني حل المسألة شنو؟ انت كم بيضة كسرت وأكلت؟ خلنا نقول واحدة أو ثنتين. واحدة من النياق اللي عندك اتلقح، فمن تنجب حوار هذا الفصيل الناقة توديه هدية إلى البيت الحرام كفارة عن البيض اللي أكلته وأنت محرم، اللي كسرته وأنت محرم في الحاج. أمير المؤمنين سلام الله عليه يدري بأنه المسألة تم الجواب عليها، بس يريد يبين مقدار علم الإمام الحسن عليه السلام. فالآن كأنما يقول للإعرابي مسألتك خلصت، بس خليني أنا أفرع على هذه المسألة. هذا لسان حال أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين يسأل الإمام الحسن، شوف شي يقول له. يقول له إن من النوق السلوب، إن من النوق السلوب ومنها ما يزلق. يعني هذا احنا نقول مسألة ابتلائية. شلون؟ غير انت قلت بأنه إذا عندك ناقة لقحها بذكر بجمل، وإذا حملت وجابت فصيل، الفصيل ودي هدية إلى البيت الحرام. طيب لو هذه الناقة أسقطت والجنين اللي كانت حاملة به مات، شنو يسوي الآن؟ فهو يقول له، يقول له إن من النوق السلوب ومنها ما يزلق، يعني بعض النياق تطيح الجنين مالها. فقال الإمام الحسن عليه السلام، فقال إن يكن من النوق السلوب وما يزلق فإن من البيض ما يمرق. يعني يقول له مثل ما أن النوق هم يوقع من عدها جنين، هم البيض أيضا يفسد يخرب يمرق عبر عنه. فإذا هو بعد الناقة ألقت جنينها ما عليه شيء، خلاص انتهى التكليف الشرعي، ما لازم أنه يكرر العملية. فقال فسمع صوت، هذه شاهدي في هالعبارة، حط بالك للكلمة. من أجاب الإمام الحسن عليه السلام بهذا الجواب؟ فسمع صوت. الصوت من وين؟ ما يدرون. فسمع صوت، معاشر الناس إن الذي فهم هذا الغلام هو الذي فهمها سليمان بن داود. صوت يسمعونه ولا يجدون المتكلم. شنو معنى هالكلام يا إخواني؟ الرواية شنو مفادها؟ أما الاستفادة الأولى، العلم اللي عند أمير المؤمنين سلام الله عليه هو العلم الذي عند الإمام الحسن. كم علم عند أمير المؤمنين؟ يسمونه العلم المليوني. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب، مليون علم. زين الحسن عليه السلام كم علم عنده؟ 10 أبواب، 20 باب، 100 باب، 1000 باب. العلوم اللي عند أمير المؤمنين هي العلوم التي عند الإمام الحسن. فلهذا أمير المؤمنين من حول السائل للإمام الحسن يقول العلم اللي تريده عندي هو نفس العلم عند ولدي الحسن وعند ولدي الحسين. هذه الاستفادة الأولى. الاستفادة الثانية، العلم اللي عند الإمام الحسن هو علم الأنبياء. هذا صاحب الصوت اللي يقول مثل ما فهموا سليمان ابن داود الله فهم سليمان، هم أيضا فهم الحسن. فكما أن علوم الأنبياء من الله، فعلم الإمام الحسن عليه السلام من الله. الاستفادة الثالثة حتى نختم هذا الكمال، وهو من أجمل الاستفادات، هذه ونسألكم فرحة لكم يا أحبائي. زين ليش أقول لك حط بالك للعبارة اللي قلتها؟ من أجاب الإمام الحسن عليه السلام على المسألة سمع صوت، من صاحب هالصوت؟ ما ندري. هل هو جبرائيل؟ يمكن. هل هو ملك من الملائكة؟ قد يكون. هل هو خطاب من الله مباشرة؟ قد يكون. هل هو الخضر كان حاضر؟ ما يكون، ما ندري. أيا كان، بس إيش نستفيد؟ نستفيد أن أي مجلس يذكر فيه الإمام الحسن عليه السلام هو محفوف بالملائكة. شوف، بس صار المجلس فيه الإمام الحسن يجيب على المسائل، هذا المنادي اللي سمعوا صوته اللي قال اللي فهمها الغلام هو اللي فهم سليمان ابن داود، يعني هناك ملائكة خاصون يحضرون في مجالس الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فإذا الكمال الأول من كمالات الإمام الحسن عليه السلام هو كمال الذكاء الحسني، هذا واحد.
نجي إلى الكمال الثاني، وهذا احنا نحتاجه يا أحبائي، هو كل احنا نحتاجه، كل شيء عن أهل البيت نحتاجه، بس هذا في حياتنا المعيشية وفي حياتنا لنمارسها نحتاجه بشكل أوفر. الكمال الثاني نسميه المجد الحسني. شنو يعني المجد الحسني؟ المجد يعني شنو؟ المجد يعني شرف الإنسان، عزة الإنسان. وهذا خلي أحكي أنا وبيا بعض أولادي، بعض من إخواني الله يبارك فيهم، أحيانا يجون بعض من شبابنا، بعض من أخواتنا، من يحضرون في مجلس، من يحضرون في مأتم، يتمنون أنه يصير لهم عمل يخليهم بارزين أمام الناس. شلون؟ يعني أنا مثلا أجي أعلق سواد، أريد الناس يشوفوني بأنه ترى أنا من خلص خدام الحسين. أجي مثلا أفرض أشارك في عمل خيري، أريد يعرفوني بأنه أنا متميز في العمل التطوعي في البلد. فدائما أكو بعض الأشخاص يبحثون عن إبراز أنفسهم، وأحيانا أخاف أقول أنه يمكن الشيطان يدخل لهم من هذا الباب. هو مو غرض التباهي ولا غرض الغرور ولا غرض أنه يقول للناس يا ناس شوفوني، بس يجي الشيطان من هالباب يقول أنت خلي يعرفونك بأنك تخدم، خلي يعرفونك بأنك صاحب صوت جميل، خلي يعرفونك بأنك صاحب عمل تطوعي. ليش؟ حتى أنه أنت تقدر تخدمهم إذا عرفوك بأنك أنت خادم للحسين باكر يجيبونك، إذا عرفوك بأنك عندك أعمال تطوعية باكر يلجؤون إليك. تاليها الشيطان يلتوي عليه ويلف حباله على رقبته ويخلي تصير عنده حالة غرور ورياء وتباهي، فينصرف عن العمل الخيري وصير دائما يصير عنده حب إبراز الذات، بحيث إذا عمل الخير سواه واحد غيره ما يتونس ويفرح يقول الحمد لله أهمش الخير وصل للناس، يقول لا ليش فلان هو اللي يطلع أنا ما أطلع، ليش الناس يشكرون على فلان أنا ما زي مثل ما سوى أنا سويت ليش أنا ما يذكروني، ما يقول بأن هذا العمل مقبول عند الله. زين، فخلنا نيجي نشوف عند الإمام الحسن عليه السلام. كأنما يا أحبتي المجد اللي قلنا عنه أنه الشرف والعزة وحديث وإطراء الناس ومدح الناس يقسمون إلى قسمين، حط بالك للكلمة. أكو مجد يسمونه مجد حصولي، وأكو مجد يسمونه مجد وصولي. الكلمة احفظها، مجد حصولي ومجد شنو؟ وصولي. المجد الحصولي شنو؟ يعني أريد الناس يعرفوني. شلون يعرفونك؟ والله ما أدري، أنزل إلي بنار في صورتي مكتوب تحت اسمي، أنزل إعلانات تبين إنجازاتي، أسوي بوشرات مطويات أقول لهم هذه إنجازاتي، هذا السي في مالي. هذا أريد أدور على أدوات ووسائل التي تظهرني إلى الناس، هذا يسمونه حصولي. يعني أريد أطلع عزتي وشرفي ومكانتي بأي وسيلة كانت، مستعد أدفع فلوس إلى القناة الفضائية بس كل يوم تحط إعلان باسمي، فلان سوى فلان عمل حتى لو يكلفني، بس أهم الناس، أهم شيء الناس تحكي عني. مستعد أنه وين ما أمشي بالشارع هذا الإعلان هذا الإعلان هذا الإعلان هذا الإعلان، حتى الناس تتشبع وجهها تقمة من معرفتها بي. هذا يسمونه مجد حصولي، ويمكن تحصله يمكن ما تحصله. بس أكو مجد ثاني هو المجد الحقيقي. أي مجد؟ يسمونه مجد وصولي، إلا ما يحتاج تتكلم ولا يحتاج تحط لك صورة ولا يحتاج تخلي لك شعار، وإنما يلقي الله تبارك وتعالى حبك في قلوب الناس. أنت أصلا تريد تتخفى، أنت تريد ما حد يعرفك، أنت من تجي تخدم بالحسينية تقول دوروا لي هذا فلا. أنا أعرف أحد الأشخاص أعرف الله يذكره بالخير، عندنا بالبحرين الله يجازي بالخير ومده بعمره، الرجل عنده شهادة أكاديمية. اسمعش أقول لك، الرجل عنده شهادة أكاديمية، الرجل مربي فاضل، الرجل متكلم، ما أريد أبين بعض الصفات حتى ما ينعرف لأنه هو ما يقبل، بس هو من يقعد يعني يقول أتمنى يعطوني وظيفة بالحسينية يودوني أثرم بصل بحيث ما حد يعرفني ولا يقولون فلان حضر وشارك، حتى هذه الخدمة تكون مقبولة عند الله. شايف؟
هذا كل ما صار عنده هالشعور وهالإحساس الله يعطيه مقام أعلى وأعلى. وهذا اللي يريد الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن من يريد يسوي خير ما يريد يقول للناس والله أنا سويت وفعلت، ويريد يعلمنا يا جماعة على هذا. ولهذا هذه الكلمة إحنا نحفظها، بس فكر فيها الآن من أقراها عليك أدري كثير راح هو يواصل يكملها. من أراد عزا شنو بلا، شنو يعني بلا عشيرة؟ أنت فكرت بهالكلمة قبل؟ العز عرفناه يعني المجد يعني الشرف يعني الناس كلها تحكي عني، بس الإمام يقول عزا بلا عشيرة. شلون يجيني عز من غير عشيرة؟ المفروض طريق الوصول إلى العز العشيرة هي تعلم الناس تقول هذا فلان من أهلنا ندري عنه هذا. هذا يسمونه المجد الحصولي. الإمام يقول لك أنت حاول تحصل على عز بأي طريق غير الطرق الدنيوية. شلون؟ اخلص لله تبارك وتعالى. إذا أخلصت لله ما تشوف وإذا الناس حفظوا لك هذا الجميل، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الناس قاعدة وتحكي عنك وانت ما تريد الناس تحكي عنك، لكن هذا من عطايا رب العالمين، أوصلك الله إلى هذا العز. خلنا نشوف شوية من عطايا الإمام الحسن، من مجد الإمام الحسن عليه السلام. شلون؟ أنا أقول لك شوف كل هالروايات اللي أجيبها إليك القضايا تسمعها ونسمعها باستمرار، لكن بحاجة إلى التأمل فيها، والتأمل يكون إذا رزقت أنوارهم صلوات الله عليهم. مرة أنت تقرب عينك، ومرة تسمع بإذنك، ومرة يقذف أهل البيت النور في قلبك فتأتيك الرواية بأنوار محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. زين، واحدة من القضايا حتى الوقت ما نتجاوزه المتاح أذكر هالقضية وأكتفي فيها والباقي نتركه. الإمام الحسن عليه السلام من يطلع إلى الحج ويا أخوه الحسين عليه السلام، المفترض يا إخواني المرشد الديني من يريد يطلع في سفرة يروح إلى حج، يروح إلى عمرة، يروح لزيارة، ما يمشي بروحه، يروح يدور الناس حتى إذا واحد عنده مسألة. حتى من يجي الإمام سلام الله عليه، هو طريق الإمام شنو؟ الطريق اللي يمشي به الإمام، لو تفسير آية، لو حديث، لو موعظة، لو تعريف الناس بقيمة الحج، فراح يفيد الناس لو ما راح يفيد الناس، حتما راح يفيد الناس. لكن تدري أنس الإمام من يطلع إلى الحج شنو؟ الناس كلها تمشي بالطريق، الطريق الرسمي. الإمام لا يحب بل يكره إبراز نفسه، يروح يدور إلى طريق آخر، طريق اللي ما حد يمر به، بحيث من غير ما الناس تشوفه وتعرفه وتمشي وياه هو يدور مكان اللي ما حد يمشي وياه. وكلما كان الإمام ينكر لذاته الله تبارك وتعالى يظهر شأنه أكثر وأكثر. هذا المجد الوصولي اللي نحكي عنه مو المجد الحصولي. خلي أقرأ لك نص الرواية، رواية أيضا يذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار الجزء 43. يقول رأيت الحسن والحسين، الراوي، رأيت الحسن والحسين عليه السلام يمشيان إلى الحج فلم يمر برجل راكب إلا نزل يمشي. يعني الناس طالعة من المدينة رايحة إلى الحج، كل واحد على دابة على ناقة على خيل، الإمام الحسن والإمام الحسين يمشون. هذا اللي يمر عليهم من يشوف الحسن والحسين يمشون نزل من على ظهر الدابة وصار يمشي وياهم، هكذا تقول الرواية. رأيت الحسن والحسين عليهما السلام يمشيان إلى الحج فلم يمر برجل راكب إلا نزل يمشي، فثقل ذلك على بعضهم، البعض صارت المسافة طويلة تعب، زين مستحي يصعد والإمام يمشي وما يقدر يمشي والمسافة طويلة والجو حار، فثقل ذلك على بعضهم، فقالوا لسعد بن أبي وقاص قد ثقل علينا المشي ولا نستحسن أن نركب،
وهذان السيدان الحسن والحسين يمشيان، فقال سعد للحسن: يا أبا محمد، إن المشي قد ثقل على جماعة ممن معك، والناس إذا رأوكما تمشيان لم تطب أنفسهم أن يركبوا. هذا حط تحت خط لأنه راح نرجع لها. والناس إذا رأوكما تمشيان لم تطب أنفسهم أن يركبوا، فلو ركبتما، يعني خلاص مشيتون انتون، كملوا ويانا بعد صعدوا، لا الناس تقدر تمشي ولا انتون تريدون الصعدون، فلو ركبتما. فقال الحسن عليه السلام: لا نركب، قد جعلنا على أنفسنا المشي إلى بيت الله الحرام على أقدامنا، ولكننا نتنكب عن الطريق فأخذ جانبا من الناس. لو واحد غير الحسن والحسين كان يقول: خلي أمشي بين الناس حتى واحد يوقف وياي يسولف وياي يكلمني، وخو احنا راح نجاوب على مسائل راح نعطيهم الناس تستفيدون. لا، الإمام الحسن والحسين يقولون: ندور مكان ما يمشون به الناس، ومع ذلك شوف اللي يدور الوسائل الدنيوية يمكن ما يحصلها، لكن اللي يجيه عز من الله تبارك وتعالى، اللي يجيه شرف ومجد من الله، الناس حتى اللي ما يحب يمشي وياهم، وجعل في قلوبهم مودة ورحمة لهم لأهل البيت صلوات الله عليهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن شنو؟ ودا، يقذف الله المحبة في قلوبهم طواعية وتلقائيا. فهذا هو المجد الحسني يا إخواني. الإمام الحسن يعطينا درس، يعطينا رسالة، ما يحتاج أنت تروح تقاتل، ليش أنا ما تطلعون اسمي، ليش ما تروح تميزوني، لا، اخلص لله واصدق مع الله، ستجد بأن حب الناس قد جاءك من حيث لا تشعر. هذا الكمال الثاني. الكمال الثالث والأخير وهو ختام المجلس: الحلم الحسني. يا إخواني صدقوني، من نجي عند هذا الكمال العقل يوقف، ما نقدر نفسره. أنا ما راح أجيب لك إلا يذكر عادة في مثل هذه الليلة ونقرأه في الكتب، ذولاك اللي غلطوا على الإمام الحسن. مر عليكم ذاك الشخص اللي كل سنة احنا نقرأ، الرجل اللي إجا من الشام وشتم الإمام الحسن عليه السلام، والإمام الحسن قال: لأظنك غريبا. هاي مرة علينا وحافظينها. لا، راح أجيب لك قضية اللي يمكن أقول لك العقل يتوقف يقول ما عندي تفسير إلها. واحدة من زوجات الإمام الحسن يسمونها عائشة الخثعمية، واحدة من زوجات الإمام الحسن عليه السلام يسمونها عائشة الخثعمية، يذكرها تاريخ ابن عساكر، شيخ باقر شريف القرشي أيضا ذكرها، وغيره من المحققين ذكروا القضية. لما قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه، إجت إلى الإمام الحسن شامتة بقتل علي بن أبي طالب. تصور زوجة الإمام الحسن. الآن أنت تقول لي شلون زوجة الإمام ناصبية؟ زين جعدة هذا اللي قتلت الإمام شنو؟ اللي يقتل الإمام الحسن ناصبي لو مناصبي؟ وهي من الامتحانات والابتلاءات، مثل ما الله ابتلى نوح، ومثل ما الله ابتلى لوط، مثل ما الله ابتلى مجموعة من نبي الله هود عند امرأة تؤذي. هي واحدة من بلايا ومصائب الأئمة. هذه زوجة عائشة الخثعمية اجت يوم شهادة الإمام، انت تخيلت، بعد الإمام أمير المؤمنين راسه مضروب ومفتوح، وهي جاية فرحانة، وش تقول للإمام الحسن؟ تقول له: ليهنك الخلافة، أبوك بيروح ونفتك منه وبتصير أنت بداله. تأذى الإمام الحسن من كلامه. تدري ايش سوى؟ بالله عليك قل لي وحده، وبيوم مقتل أمير المؤمنين وبيت علي بن أبي طالب وتشمت بي، والضربة في قلب الإمام الحسن، شو يسوي الإمام الحسن بها المفروض؟ قال لها: أولا ما يجوز إلي أنه أبقيك وأنت بتحملين هذا النصب الظاهر، اذهبي فأنت طالق، روحي الله وياك. أكثر من هذا ما قال لها. من طلعت هذه عائشة الخثعمية راحت إلى بيتهم، الإمام الحسن يتفقد أحواله، ما قال افتكينا من عدها، لا، شلون وضعها شلون كذا، فقالوا له بأنه شوي وضعها المعيش تغير، من كانت عندكم عائشة بخير ومر عليها أزمة الآن. تدري الإمام الحسن من سمع عنها انكسر قلبه،
أي والله من أقول لك العقل يتحير. فأمر بعشرة آلاف درهم، قال ودوها إلها، قولوا لها هذه من عندي أنا مرسلينها إلها، لا يتغير عليها شيء. هي صدق كانت ويانا بس ما حفظت العشرة، لكن مع ذلك إحنا نتعامل بالإحسان ما نتعامل بالإساءة، ما يتغير عليها شيء. بعث إليها بعشرة آلاف درهم وقال إذا قصر عليك شيء رسل إلينا وإحنا بالخدمة، حتى لو شمت بقتل أبي أمير المؤمنين. هي من جابوا لها الفلوس عشرة آلاف خلوها بين يديها، بعض الروايات تقول وأرسل عبدا يقوم بخدمتها وقال لها إذا احتجتي إلى شيء إحنا حاضرين. دمعت عينها، قالت هذا قليل من فراق الحبيب، تو عارفة قدر الحسن، بالله عليك قل لي وين تحصل مثل هالعينة الليلة؟ أريد يا أخي اللي حضروا بالمجالس وين ما كانوا، بالبحرين خارج البحرين، ولا عشق الإمام الحسن في قلوبهم، وكلنا عشاق للحسن، بس أكل بعض يمكن أحيانا الشيطان يلعب براسه، هي فلانة زوجتك إلا طلبت الطلاق وما حفظت العشرة، إلا تراويها، إلا تسوي، إلا تفعل، إلا هذه تقول فلان إلا فك من عنده. الحسنية والحسني، عاشق الحسن وعاشقة الحسن، خلهم يأخذون من أخلاق الحسن. الإمام الحسن حتى من أساء إليه عامله بالإحسان، وإلا هذه واحدة ناصبية تستاهل واحد يغدق عليها هالشكل عدها زي شو مسوي لك علي بن أبي طالب، شو مسوي لك الحسن؟ لكن هكذا هم أهل البيت، لا يزدادون على المسيء إلا إحسان. وهذه قدامك الليلة هذا درس، خلاص مجلس انتهى، راح أختم أنا خلاص. هذه الليلة هالقضية أوقف عدها، بالله عليك جعدة بنت الأشعث التي تركت الحرق في قلوب أهل البيت، انت تقول لي بس الحسن، بس الحسن، بعض من علمائنا الشيخ المازندراني يقول الإمام الحسن طلع من الدنيا واستراح، كل يوم يتجرع مرارات، السم صار راحة إليه، لكن كم قلب في بيت علي وفاطمة احترق. زينب شلون حاله، حسين شلون حاله، حبيب قلبك القاسم ابن الحسن اللي تيتم من أبوه، كل من وراء هذه المرأة القاسية، زين هذه اش تستحق، اش تستحق؟ شوف الإمام الحسن شلون، هي من دست له السم ومن أحس الإمام الحسن بالسم، كل اللي التفت إلها بكل استعطاف قال قتلتيني، لقد سخر منك وهزأ وغرك ولا يفي لك بشيء. يقول انت بعت الحياة الزوجية، انت بعت الوفاء، انت بعت ايام جميلة كنا قاضينها قاعدة في البيت العلوي الفاطمي، بعتيها على حساب 100,000 درهم، قال راح يعطيك اياها، ما راح يعطيك، خسرت الدنيا والآخرة. كان امامنا الحسن صائم، الصائم أول ما يفطر يفطر على ماي بارد، يا جماعة ما يفطر على سم حار قطع العش. عمي أهل الولاية أسألكم الدعاء، والله رفعت راس أنتو وحق الزهراء مولاتي، أنا أرفع راسي عالي من أجي أنظر إلى هالوجوه، من أول محرم إلى غاية شهادة الإمام السجاد، شقد صوتكم مرتفع بالضجيج والعويل، بس عمي خلي أسولف لك حتى أقرأ لك المصيبة. الليلة كل ليلة لو ما بكيت على الحسين، الزوار اللي رايحين إلى كربلاء يشيلون عنك المسؤولية، يقولون لك تعبان، تعبت من عاشور، ما تقدر ترفع صوتك بالبواكي، احنا الطالعين مشاية إلى الحسين راح نون نيابة عنك، راح نصيح نيابة عنك، راح نلطم صدر نيابة عنك، راح ننعى ونبكي نيابة عنك. فعمي انت لو ما بكيت على الحسين هالأيام من تعب، اكو غيرك من الزوار من المشاية يشارككم ويقوم بالمهمة عنك. بس عمي هالغريب اللي في البقيع لو ما بكيت عليه، اكو موكب هناك عند باب البقيع يلطم صدر نيابة عنك، اكو مضيف نصبوه على باب البقيع يستقبل زوار الحسن،
اللي يقولون لي شيخنا السنة رايحين إلى العراق، رايحين إلى كربلاء لزيارة الحسين، من أول ما تنزل هلا بضيوف أبو السجاد، هلا بزوار الحسين، بس وينهم اللي راحوا المدينة؟ وين وحصلوا عند باب البقيع واحد يقول هلا بضيوف أبو محمد؟ عمي كربلاء طريق الزوار كله مضويه، بس الليلة ما حطوا شمعة على القبر المهدو. فخلي الليلة إذا طبت مولات الزهرة عدنا بالحسينية تون على ولدها لينكسر خاطرها. أريدكم الطيبون خاطر الزهرة وتسمع ون على الحسن مثل ما سمعت بالحسينية ون على الحسن. عظم الله أجوركم، أحسن الله لنا ولكم العزاء، بمصابنا في كريم أهل البيت أقبل إمامنا الحسن إلى دار زوجته جعد بنت الأشعث بن قيس الكلدي، وكان إمامنا صائما، وتلك العدو قد وضعت له السام في لبن ودافته بشيء من العسل لكي تخفي على إمامنا الحسن. أيوا ويلا، فلما جاء إمامنا لإفطار قدمت له الطعام المسموم، فتناول منه الإمام الحسن جرعات فأحس كأن السكاكين تقطع في أحشائه والمواسي تجرح في أمعائه، ومن شدة حرارة السم انقلب إمامنا على قفاه. أيوة إمام، قال قتلتيني، لقد سخر منك وغرك، وإنه لا يفي لك بشيء، وأسأل الله ألا تصيبي مني خلفا. فقامت وأغلقت الباب على إمامنا، وأخذ السم يؤثر في جسده حتى خضر لونه. أيوة إماما، ما عند أحد يريد واحد يعالج. قام إمامنا الحسن كأني به وضع يدا على بطنه واليد الأخرى على الجدار. وين يروح؟ لمن يروح؟ يروح إلى واحدة من زوجاته يأذيها، يروح إلى أطفاله يتأذون، يروح لإخوانه تنكسر قلوبهم. قال عندي واحدة حنونة، عندي واحدة صارت إلنا أم من عقب أمنا. مضى إلى دار أخته زينب، وقف عند الباب وضع راسه على الجدار من شدة الضعف، طرق الباب بيد مرتعشة، خرجت الجارية فتحت الباب، وإذا الإمام قد وضع يده على بطنه وجبينه يتصبب عراقا. قال يا جارية نادي لي أختي زينب. مولاتنا زينب كانت على مصلاها، أسرعت إليها الجارية، سيدتي إنا خاك على الباب. قامت مولاتنا زينب أقبلت إلى الباب، وإذا الحسن وضع راسه على الجدار، فلما رأى أخته رمى بنفسه على صدرها، أخذته الحنونة جاءت به إلى داخل الدار. قال أخي زينب افرشي لي فراش، فرشت له فراش، رمى بنفسه على الفراش ويداه على بطنه يتلوى يمينا وشمالا. صاير بيك أبو محمد؟ شلعت قلبي، صاير بيك؟ خاف يقول لها وتتأذى. زينب روحي إلى أخوي الحسين، قولي لي يجي إلى أخوه يشوفه يلحق عليه لو ما يلحق. أقبلت زينب إلى دار أخيها الحسين
وقفت الحنون على راس الحنون تقل يا حسين لا تغفل ترى مسافر عضيدك جني أشوف من اسبها السفر رايح من ايدك خويا كثر البكا والنوح بعد ما يفيدك بطل الونة وظل علينا يدير بالعين قام الشهيد ودمعته بخد جريه عاين عضيده يطوح الونة خفية قال له يا ابو محمد يا اخويا قطعت بي مع السلامة يا حسن هالسفر لاوي يقل له يا نور العين لا تبكي ولا تنوح انا على معزة عايل طلعت الروح وانت تظل بكربلة بالشمس مطروح مرمي على التربان لا راس ولا يد قال يا حسين لا تبكي لا يومك يومك يا أبا عبد الله بوصيك بعدي من بعد عيني بهالأطفال ليكون تتشتت يا أبو سكن هالعيال يحفظكم الله من صروف الدهار لو مال ودعتك الله يا قطيع الراس يا حسين أعطني مهلة شوية خلي أحرق قلبك الليلة يكون تبشرني تقول لي ما قصر أبو محمد قضى حاجتي أحس بأن أحشاءه ستخرج عمي القاعدين وكل واحد منكس راسه أريد أسولف وياكم أقول لكم هالكلمة وأدخل بالمصيبة شفتوا يوم عاشر يوم إجا السهم المثلث إلى قلب الحسين شفتوا صرختكم يوم العاشر شلون كانت أريد من عندكم الآن إذا طلعت كبد الحسن تصرخون صرخة على الحسن مثل صرختكم على الحسين إذا الزهرة ويانا بالمجلس لا ينكسر خاطرها هذا إمامك المظلوم اللي تقول مظلوم ما حد يذكره الآن يكون ترد ظلامته الإمام الحسن أحس بأن كبدة راح تطلع بس يخاف على زينب تشوف وتتأذى التفت إلى زينب قال لها أخي مر على أخواني على أبو فاضل على محمد بن الحنفية خليهم يجون يشوفوني ما أريد أصير واحد بس ويا أبو علي راحت زينب تخبر بني هاشم ظل الحسين ويا الحسن الحسين افتهم قال له أبو محمد ليش طلعت زينب قال له أقول لك أبو علي ليش شايف ذاك الطشت اللي هناك قال إيه قال روح جيبه أبو علي اللي شغل به قام الحسين جاب الطشت استحضر نفسك حضر نفسك الضجة الآن قال أخي حسين قرب الطشت مني قرب الطشت من قال خذ بيدك إلى رأسي وضع يديه على رأسه صار إمامنا الحسن يتلوى فألقى قطعا من كبدك اصرخ ونادي واي ماما اصرخ ونادي وسيد 17 قطعة طاحت من قلبه شوية وإذا صوت زينب جاية صاحبوا علي بسرعة شيل الطشت زينب جاية خافت شوف تتأذى أخذ الحسين منديله غطى الطشت قام يريد يوخره طبت زينب قالت أبو علي مكانك لا تتحرك الشايل بإيدك قال يا زينب لا تشوفين قالت بحق أمي فاطمة بس خلي أشوف يا حسين قلش هالطشت بي أشوفك عن عيوني مغطي
يقلها يا زينب لا تكشفي ترى كبد الحسن متقطع في وينهم عشاق زينب؟ وينهم إلا من يجي اسم زينب المجلس كله ينقلب طشتين 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 مرت بحياة زينب بين الطشتين 10 سنين طشت الليلة الحسن قال لها شيلة الحسين قام وخر بني هاشم ما يريدون زينب تشوف ما شافت الطشت شبي مغطينا مر عليها طشت آخر فيه راس الحسين أما طشت الحسن نحوه عن زينب وطشت الحسين يضرب بالخيزران راح أشوف إلى أي حد تقدر تسمع إلى أن تسكتني يلا أختم أنا اللي شفت طشتين أنا اللي شفت طشتين كبد الحسن في واحد واحد فيه راس حسين بعد شفتي زينب وأنا اللي شفت طفلين أنا اللي شفت طفلين طفل الطاح بالأعتاب وطفل اللي على صدر حسين وأنا اللي شفت سهمين أنا اللي شفت سهمين وين السهمين؟ سهم بعين أبو فاضل وسهم اللي بقلب حسين حضر قلبك حضر قلبك وانا اللي شفت ضلعين انا اللي شفت ضلعين ضلع اللي انكسر بالباب وخيل كسرت ضلع حسين اقرأ هالبيت لو اخليه وانا اللي شفت راسين يا علي يا علي أنا اللي شفت راسين راس صاب في المحراب وفوق الرمح راس حسين شنو من مجلس الليلة شنو من مجلس عندك شك الزهرة بعد محاضرة ويانا صار مجلس كأنما من ليالي عاشوراء خلي مثل ما وديتك الى البقيع اوديك الى كربلاء وانزل من على المنبر عمي يوم شالوا جنازة الحسن الحسين يلتفت الى ابو فاضل قال له ابو فاضل اوقف عند الباب قال له ما اشيع اخويا قال له اوقف عند الباب زينب لا تطلع ما عدنا واحد يشوف طول زينب عمي طلعوا جنازة الحسن ولا طلعت زينب ووقعت جسد الحسين على التراب وخرجت زينب من الخيمة تنادي أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أظلم ارحم روحك شوية ارحم روحك شوية ارحم روحك شوية أسألك السؤال وأنزل عمي لو زينب تريد تطلع من بيتها تروح للبقيع تدلي لو ما تدلي جاوبني رد علي لو تريد تطلع الى قبر اخوها تدلي لو ما تدلي زين يوم طلعت من الخيمة تدلي وين اخوها طايح تدلي وين دربه حسين خويا طولت النوم شلون اجي لك والسكك ملزوم حسين خويا انشلع من عند القلب شلون اجي لك خويا ونسد الدروب ترضى اختك تمشي ما بين الغروب احيم الضايعات
بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بواد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا وجيها يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم قدمنا إمامنا بين أيدينا وجعلناه بابا لحوائجنا، فاقبل توسلنا به عندك واقض حوائجنا يا الله. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان، شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته، ترحم على أموات وأموات الباذلين والسامعين والمؤمنين، سيما من لا يذكره ذاكر يا رب العالمين. أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.